نبدا ناخد بقى اكيوت سكروتال بين من حيث الاسباب. انت هتشرح لنا ايه النهارده؟ هنتكلم على الانفكشن، هنتكلم على التورشن، هنتكلم على الباريكوسيل، ونعدي كده الباقي بسرعه. فالانفكشن ابيديديمايتس ابيديديم اوركايتس، انت ليه كررت الابيديديمس مرتين؟ ما هي الاشهر، يا اما هيجي ابيديديمايتس لوحديها يا اما هتيجي ابيديديم اوركايتس، واكشولي ده السبب الاشهر للاكيوت سكروتال بين، مش طبعا التورشن ولا الباريكوسيل وكده، تمام؟ ولا الاسباب الثانيه ولا الهرم، ابيديديمايتس ابيديديم اوركايتس. طب اوركايتس ما تيجيش لوحديها؟ تيجي برضه لوحديها لكن اقل في الانسيدنس، وغالبا لو جت انا ممكن اشك في حاجه بقى، يعني ايه تيبيكال مثلا ولا حاجه، تمام؟ بتعلق على ايه؟ ما هم التقرير، السايز هتكبر، التكستشر انهوموجينس، بس انهوموجينس غالبا او هيتروجينس ديفيوز، لكن لما تبقى فوكال ينفع فوكال، ينفع فوكال اوركايتس او ينفع ابيديدمايتس في الهيد بس، تمام؟ الفاسكولاريتي هتتبع الاريال انهوموجينس. السكان انت بتسكان ايه؟ دي حاله انفلاميشن، دي حاله انفكشن، الدكتور اصلا بيبعتها لي في ابسس ولا لا؟ يعني خصوصا لو هي كلينيكالي ايفيدنت ان هي انفكشن، مش داخله في ديفرنشال هي انفكشن ولا تورشن ولا، لان ساعات الكلينيشن بيخلصها كلينيكال، دي انفكشن ومعاها فيفر ومعاها لوكوسايتوز، ما هو مخلصها قبل ما يجي لي وبعتها لي ليه؟ ابسس ولا لا؟ في سيرجيكال انديكيشن ولا لا؟ طبعا معاها رياكتيف هيدروسيل، طب ده سيتيتد بتحول لبايوسيل ولا لا؟ معاه سكروتال سكين اديما، طب في هنا بقى ابسس في السكروتال سكين ولا لا؟ خصوصا لو العيان دايبيتك ولا حاجه، تمام؟ اوكي. نكمل. ايه اللي حصل هنا؟ هو مين ده؟ ده تيشو شبه التستس لكن جنب التستس، يبقى ده كونجنشنال، ده كده الابيديدمال هيد وده الابيديدمال بودي. الابيديدمال بودي اللي انا بالكاد بشوفه وغالبا ما بشوفوش ده هنا كبير جدا، بقى ان هوموجينس وفي علامه في منتهى القوه. ايه هي يا دكتور؟ الفاسكولاريتي؟ لا مش الفاسكولاريتي. السكروتال سكين اللي شكله تخين؟ لا مش ده. ايكوجينيك فات. ايكوجينيك فات خلصت. ده اكيوت انفلاميشن، ده اكيوت انفكشن، تمام؟ طبعا مع انكريز السايز ان هوموجينس باترن هايبر فاسكولاريتي سكروتال سكين ورياكتيف هيدروسيل اند نفس الفكره، تستس وابيديدمس. الابيديدمس فوكال في الهيد، هايبر فاسكولار ان هوموجينس سكروتال سكين ايكوجينيك فات اراوند. طب السيست دي اجنورابل، سيست صغيره وما فيهاش تربيدي ما فيهاش ليرنج، اجنورابل، فده عباره عن ابيديدمايتس. ايه ده يا دكتور؟ ده تروماتيك. هو ينفع يا جماعه يجي تروماتيك ابيديدمايتس؟ ينفع يجي تروماتيك تورشن؟ ينفع يجي تروماتيك انفاركشن؟ كل التروما ينفع يبقى وراها ايمرجنسي كونديشنز. فكروني في الاخر اقول لكم على السايت، او انا ارفع لكم ان شاء الله بعد المحاضره اللينك بتاع محاضرات الامرجنسي واللينك بتاع محاضرات التروما، لان انا مش هتكلم النهارده على السكروتال تروما، انا متكلم على السكروتال تروما والبينايل تروما بالتفصيل، فارفع لكم اللينك بتاعتها النهارده عشان يبقى الموضوع اكتمل، السكروتال امرجنسيز والسكروتال تروما. طب ايه الاخبار؟ سكروتال سكين ثيكنينج، التست شكلها كويس بس الحته دي هيتروجينس، خلاص دي شكلها ابيديدمايتس كده، وكمان سنه اوركايتس، ابيديدم اوركايتس. هل في حاجه هايبو اوكايك ويل ديفايند؟ لا لسه ما فيش، يبقى ما فيش ابسس. نفس الفكره ابيديدمايتس وسكروتال سكين ورياكتيف اسايتس، كلام جميل جدا، تمام؟ نفس الفكره، لا ده المره دي بقى ايه؟ التستس نفسيها، التستس على الجنب اللي فيه سكروتال سكين ثيكنينج، على الجنب اللي فيه ايكوجينيك فات، على الجنب اللي فيه هيدروسيل، هو اللي هايبر فاسكولار وهايبر ايكويك، يبقى دي اوركايتس. ده هنا اوركايتس عنيفه، دي اللي لو لقينا بعد ما يحصل ريزوليوشن للانفلاميشن هتلاقي سترييتد باتر بتاعنا. برضه نفس الفكره اوركايتس. الكلينيشن يبعتها عايز يدور على الحاجات دي، واحنا لما تلاقي حاله انفلاميشن في ابسس ولا لا؟ الابسس اريا هيتروجينس في الاول، اي فاسكولار في الاول، لا تابعها لحسن يحصل ليكويفاكشن كمان يومين ثلاثه وتتحول بقى لايه؟ لهايبو اوكايك فلويد كولكشن ابسس. بايوسيل بقى تربد هيدروسيل، بقى سيبتيتد ماركت ان اماونت، ده كده انديكيشن لسيرجري، ده انديكيشن لسيرجري. سيجمنتال انفاركشن، يا نهار ابيض، اريا وصل لغايه الكبسول، اي فاسكولار. او ان هوموجينس باترن، عملت والفاسكولاريتي بدات تقل في التستس ككل، عملت الفاسكولاريتي بتاعتها او البالسيت لقيت ريفيرس الدايستول، يا نهار ابيض، ده داخل على انفاركشن، تمام كده، داخل على فينس انفاركشن، الارتي مدي لكن البين شكله مقفول فبيرجع كده. فدي كده مهمه جدا في البالسد ويف. طب المره دي ايه؟ تستس اهي وكمبريست قوي، ده كمبريست بكولكشن في المنطقه دي،
تمام. وطبعا معانا السكروتال سيكننج وكده، ده واضح ان ده سيجنيفيكانت انفكشن كومبليكيتد ابيديديمايتس بي ابسس فورميشن. هنا الابيديديمال هيد وفيها سيست ورياكتيف هيدروسيل، ده سيبتيتد، وهي دي ممكن تكون بريديسبوزنج سيست، يعني سيست موجوده قبل كده ممكن، ومع الانفلاميشن او الانفكشن حصل لها بقت ايه انفكتد سيست. فعايز تقول على دي كولكشن قول، عايز تقول عليها انفكتد سيست قول برده مفيش مشكله تمام. المهم يعني تبقى need to be drained. طب دي بقى المرة دي intratesticular hypoechoic well defined areas وحواليها peripheral vascularity، انت بتتكلم في ايه intratesticular abscesses. طب المرة دي hypoechoic area وبيزد على الكورتكس، دي ممكن تكون infarction بالظبط كده. ادي مثلا ناحية وادي الناحية التانية، الناحية دي اللي هي normal low resistance، الناحية اللي abnormal اللي فيها البين او hypoechoic area reversal. ريفيرزل انت بتساوي ايه؟ لا دي كده فينس انفاركشن، عالجه بسرعه وهكذا. ايه الاخبار؟ ده ابيديديمس كبير وهايبوكويك وي، لكن في كالسيفيكيشن، اقفش. كالسيفيكيشن في ابيديديمس انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في كرونيك انفلاميشن، انت بتتكلم انه ممكن يكون لا قدر الله تي بي ابيديديمايتس. التي بي ممكن يعمل، طبعا انتوا عارفين بيعمل كالسيفيكيشن في كل حته تمام؟ لان لونج ستاندنج ممكن يعمل كالسيفيكيشن تمام؟ اوكي. ايه الاخبار هنا مع الكورونيسيتي؟ مع الانفكشن راح مره واثنين وثلاثه او جه مره واثنين وثلاثه، ممكن تلاقي سكروتال بيرز، دي واحده من العلامات. ممكن تلاقي ستريتد باترن في التستس، دي واحده من العلامات. ممكن تلاقي التيونيكا بدل ما يخط بقت اريا هايبوكويك والثيكنينج، ثيكنينج للتيونيكا سواء البرايتال او الفيسرال، واحده من العلامات. يبقى مع الكورونيك ابيديدمايتس او ابيديدمو اوركايتس تلاقي السكروتال بيرز، تلاقي الاستريتد باتر، تلاقي الهيتروجينيتي وكالسيفيكيشن، تلاقي التيونيكال تكنيك. طب هي دلوقتي هايبر باسكولار اكيوت تنضف كرونيك، مفيش اي مشكله دي خصوصا لو كان دايابيتيك. طيب مع الانفلاميشن انا عندي بين وبصيت لقيت اريا هايبوفاسكولار مع الاستريبل باتر، خلاص انت بتتكلم في ايه؟ بوست انفكشن فيرسس بوست اسكيميا، الاثنين يعملوا المنظر ده، الاثنين يعملوا المنظر ده اللي هو الاستريتد باتر. ده كده ابيديديمايتس او ابيديديموركايتس. لو اتعالجت بدري او العيان جه بدري ويل اند جود. طب لو كملت، وده الاشهر، العيان غالبا بيستحمل يوم ولا اثنين تلاقي الانفلاميشن صعب الونج السبرماتيك كور. هالكلينيشن يقول لك ده عنده انجوينال بين كمان، فيقول لك كلمه فانيكولايتس. فانيكولايتس انفلاميشن الونج الونج السبرماتيك كور. انا بالنسبه لي اسمها بانيكولايتس اللي هي انفليمد ايكوجينيك فات. الانفليمد سبرماتيك كورد فات هيبقى مور ايكوجينيك مور فاسكولار، فهتطلع ادي التستس تطلع ده كانها ماس لايك ستراكشر، وده اللي بيخلي الكلينيشن الحق يا دكتور الاشعه في ابسس في الحته دي، دور لي عليه وقول لي فين ومش عارف ايه، اقول لا اطمن ده مش ابسس، ده حاجه شبه الفليجمون فورميشن. انفليمد ايديميتس ايكوجينيك سبرماتيك كورد، ومع طبعا السكين تكنينج والهايبريميا اللي فيه. ايه الاخبار؟ ده هنا التست شكلها حلوه، لكن الابيديدمس هو اللي ممكن فاسكولار، ده الابيديدمس ماركت هيتروجينيتي وفي سبتيتد اسايتس، اسايتس ايه هيدروسيل عفوا، وايه ده؟ ايه الايكوجينيك العنيف ده؟ طلعت معاه الانفلاميشن اصلا معظمه الونج السبرماتيك كور. تعال شوف العيان ده جاي ايه؟ عيان كبير في السن، دايابيتيك، ايه ده دايابيتيك؟ يعني البين مش هيبقى قوي. عنده سكروتال بين لكن مسمع للليفت لاين، يعني ممكن اصلا يجي على انه رينال بين. ودايابيتك كمان ده شكله يو تي اي، وبالذات لو عنده لور يورين تراكت سيمتومز ده بروستيت، وتلاقي الكلينيشن رايح في اتجاه تاني تمام، واحنا اللي ممكن ايه بفضل من ربنا نرجعه تاني. اوكي المهم ده كده انفلاميشن، انفلاميشن من النوع المحترم. الكلينيشن الحاجه اللي انا حاسسها دي اخبار ابسس، قلت له لا ده انفليمد كورد سبرماتيك كورد بانيكيولايتس او الفانيكيولايتس كلينيكال. شايفين يا جماعه هتبان كانها ماس لايك ستراكشر. طب يا دكتور ما يمكن دي لايبوما، اللايبوما مش هتوصل في الايكوجينيستي لهذا الشكل، اللايبوما مش هتبقى هايبر فاسكولار، اللايبوما مش هيبقى معاها سكروتال سكين تكنيك، وطبعا باقي البيكتشر بتاعه الانفلاميشن تمام، واللايبوما غالبا ويل ديفايند. كيس ثانيه ده المره دي ميدل ايج وجاي برده بين وسكيلينج، مع ان مفيش فيبر ومع ذلك ممكن تبقى مايلد جريد. ايه اللي فيه؟ الابيديدمال هيد فظيعه وسبتيشنز ومش عارف ايه، وفي الاخر اقول عليه ابسس، اقول عليه ابسس او انفكتد سيست. هي دي كانت سبرماتوسيل موجود قبل كده ومع الانفكشن بقى كومبليكيتد بليرنج وابسس فورميشن او انفكتد سيست.
طيب عيان تاني ده بانيكولايتس بتاعت بلادها وشكل فيه سبتيتد هيدروسيل. ايه ده؟ ده سبتيتد هيدروسيل ده بايوسيل، وكمان التستس كومبريست الابيديدمس مليان هايبوكويك ستراكشرز. طب هايبوكويك ستراكشرز معناه ايه؟ ابسيسيز يعني درينج. انفورشنلي الكلينيشن البيشنت ده انا مش فاكر كان elderly وديابيتك، البين ما كانش قوي ومايلد جريد فيفر، فاداه انتيبيوتيك. يا دكتورنا الفاضل ده ابسيسيز وبايوسيز، نديله ترايل يومين او ثلاثه. بعد يومين ايه اللي حصل؟ سكروتال سكين ابسيس، والكونديشن بقت اجريفيتد جدا. فنخلي بالنا لازم لو عندك ابسيس فورميشن او بايوسيل حطها في الدياجنوز ان شاء الله ايتم لوحده، وكبرها واعملها بولد. يعني دي كده بقت سيرجيكال، ده محتاج يتفضى. تمام، فوكس اوف ابسيس فورميشن، فوكس اوف باس. العيان ده اتساب مجرد يومين ولا ثلاث ايام، ايه اللي حصل؟ بقى عنده ابسس في السكين فظيع، ده دايابيتك. تمام، واحده من ضمن الكونديشنز اللي ممكن تتشابك دي، انا المفروض اجيبها في الاخر خالص، او انا ممكن حتى اعيدها في الاخر ونجيبها برده هنا، فورينير جانجرين. بتلاقي فيه انفلاماتوري ساينز، ممكن تلاقي انفلاماتوري ساينز. دايابيتك، يعني البين مش هتبقى جامد. هتلاقي سكين ثيكنينج في السكروتال، في السكروتال والبرينيوم. ايه هي الفورينير جانجرين؟ الفورينير جانجرين necrotizing fasciitis. emergency لان ليها هاي مورتاليتي ريت. طب التشخيص بتاعها؟ هوا في السوفت تيشو، هوا مغطي على السكروتم، هوا في السكروتال ساك، هوا مكمل في البرينيوم. الهوا بيبان ايه؟ ايكوجينيك فوساي ديرتي شادوينج، ايكوجينيك فوساي ديرتي شادوينج، مخبيه على التستس. طب في ابيديدم اوركايتس، طز انت بتتكلم هو هيموت من دي، ده محتاج ديبرايدمنت لكل الحاجات دي. تمام، كل ده محتاج ايه؟ يتنضف. خلي بالكم ان ده ممكن يطلع لغايه الابدومينال وول. كده ده الانفكشن او الانفلاماتوري كونديشنز، اول سبب واشهر سبب للاكيوت سكروتال بين. نيجي بقى على النقطه الاهم والاشهر في الاطفال، تورشن. تورشن سيرجيكال ايمرجنسي. طب الانفلاميشن امتى او الانفكشن امتى سيرجيكال ايمرجنسي؟ مع الابسس، مع البايو سيل، مع الفورنير، كل دي بقت سيرجيكال ايمرجنسي. لكن ده ايمرجنسي سيرجيكال، وايه؟ ايميديت. ده مش يعني ده ايمرجنسي مش ايرجنسي. تمام، ده ايمرجنت مش ايرجنت. ايمرجنت يعني as soon as possible اعمل اوبريشن، ايرجنت within 24 ساعه. هنا خلي بالكم ان لو اتلحق في اول 6 ساعات up to 100% هيتلحق وهيبقى زي الفل. طب بعد 12 ساعه 20% بس من الحالات اللي هترد، والباقي كله خلاص شيل، دي بقت نيكروتيك، دي بقت انفاركت. امال لو جه بعديها بيوم؟ شكرا، خلاص الموضوع انتهى. طبعا البريزبوزنج فاكتور ان التيونيكال لاير تكون ريدندنت، حاجه اسمها بيل كلابر ديفورميتي، ساعات بنشوفها ساعات ما بنشوفهاش، بس انا هقول لكم على الساينز الاهم من ضمنها اللفه دي نفسها، التورسد فيسلز بنجيبها. ايه ده؟ هي الاورينتيشن دي غير دي؟ ايوه، ابنورمال اورينتيشن. يعني انا ممكن بالبي مود اجيب اثنين ساينز هايلي دايجنوستيك، حتى لو الكلر تعبان، تمام، بس طبعا يفضل ما تشتغلش من غير كلر قوي، لان العلامات دي ممكن ما تكونش موجوده في كل الحالات. تمام، فاول 6 ساعات يا نهار ابيض ممكن تكون نورمال بي مود. ايوه دي حقيقه. ايه ده؟ ده كده انا هغلط فيها. اي كلر 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 هو اللي هيشخص. طبعا بعد كده هيبقى في ماركت هيتروجينيتي، الدوبلر هو اللي هيشخص. تمام، يا اما ابسنت يا اما ريديوس اس كومبيرد للناحيه الثانيه. نقطة، في حد كان بيسأل الأوركايتس ممكن تلاقي معاها حتة إسكيميا، غالبا هتبقى بعد الفترة اللي هي الأكيوت إنفلاميشن، ممكن تبقى معاها يعني تكمبليكيت بحتت فيها إسكيميا، لأن الحتت دي بيحصل فيها some sort of necrosis وليكوفاكشن and فممكن يحصل فيها إسكيميا كأرتيريال، وممكن نتيجة الإنفكشن والإنفلاميشن ثرومبوزس للبينز فبينس إنفاركشن. فبعد الاكيوت اللي هو يوم 2 3 ممكن تلاقي فيها اسكيميك اريس. طيب ايه الاخبار؟ انا دي ابنورمال سكروتال سكين ثيكنينج هايبو اوكايك هيتروجينس، دي ابنورمال. طب تورشن ولا ابيديمايتس؟ كلر كلر كلر. من غير الكلر يعني لو من غير الكلر مش هعرف. تمام، الكلر ضعيف، الله اعلم ايه اللي موجود جوه، فالكلر هو اللي هيشخص. طيب حاجه زي كده، انلارجد وان هوموجينس وسكروتال سكين ثيكنينج، كلر خلص، تورشن اجري على طول بسرعه. طيب ايه الاخبار هنا؟ هي انهي ناحيه اللي ابنورمال؟ انا حاسس ان الناحيه دي هي اللي ابنورمال،
والارياز اللي هي السب كابسولر دي ان هوموجينس. العيان ده ممكن يكون الناحيه دي جاله انفكشن قبل كده قديمه، تمام، هي اللي عامله المنظر بتاع الان هوموجينيتي دي. لكن اكشوالي بص على السكروتال سكين، ده تخين الناحيه دي، بص على الاورينتيشن شكلها اب نورمال الناحيه دي، بص على السايز شكله اكبر الناحيه دي، ده طفل تمام وجاي فعلا ليفت سكروتال بين، يعني الناحيه دي حاجه قديمه، لكن الجديد هو ده. طب نعمل له ايه؟ كلر الناحيه اليمين زي الفل والناحيه الشمال ما فيش، الناحيه اللي فيها سكروتال سكين ما فيش، البي ار اف كام؟ 2 سنتي بير سكند، اجري بسرعه والحق الكلينيشن. تمام، طيب حاله ثانيه الابنورماليتي اللي فيها الاورينتيشن فقط، الناحيه دي نورمال والناحيه دي اب نورمال، انلارجد اب نورمال اورينتيشن، رياكتيف هيدروسيل، سكروتال سكين ثيكنينج، دي كده شكلها تورشر بالبي مود. ايوه بالبي مود، علامه قويه جدا بالبي مود تخليني اشخص التورشن اب نورمال اورينتيشن. تمام، طيب ايه الاخبار؟ دي كده انا قطعها تي اس، امال دي جي ليه جايه ال اس مع ان انا موقف البروب تي اس؟ اذا فهي اب نورمال اورينتيشن. طيب معاها ايه؟ معاها سكروتال سكين ثيكن، ده كمان في هايبريميا للسكروتال سكين، خلي بالك ان ده ممكن يكون رياكتيف هايبريميا، لكن اكشوالي جوه التستس ايه ده؟ هي الفاسكولاريتي هنا موجوده لكن اقل من هنا، هنا 1 سنتيمتر بير سكند، اذا التشخيص تورشن. يا دكتور ده فيها فاسكولاريتي انكمبليت، الكلينيشن يلحق، انا معايا ايه؟ ابنورمال اورينتيشن، تمام؟ يعني واقفه بالطول وهي المفروض تبقى واقفه بالعرض، تمام؟ وريديوسد فاسكولاريتي از كومبير للناحيه الثانيه. جمع العلامات مع بعضيها، طيب الناحيه دي ما فيش ريحه الفاسكولاريتي وانا مثلا عاملها بالباور دوبلر، جه الكلينيشن رجعها بايده وقال لي انا حاسس انها كانت لفه وانا رجعتها، ممكن تعمل لي دوبلر كده تاني؟ عملنا الدوبلر، فعلا يا دكتور انت ايدك تسلم ايدك، تمام؟ طب يعني هنعمل عمليه ولا ايه؟ كده ممكن نعمل عمليه بس ساعه اتنين نحضرها براحتنا بقى ايه؟ عشان نثبتها وما تجوش ما تقولوش تاني. الحته بتاع الاورينتيشن تاني يا شباب تاني. لو انا واقف بالبروب، لو انا واقف بالبروب ادي مثلا ادي السكروتال ساك، اوكي؟ المفروض التستيس الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا واخدين المنظر ده. فلو انا واقف بالبروب تي اس، تي اس، تمام؟ انا متوقع دي تبقى راوندد ومتوقع دي برضه تبقى راوندد. لقيت دي بدل ما هي راوندد اوبلونج شيبت، يبقى دي واقفه غلط، دي كده مش ماشيه مع الاورينتيشن اللي انا عامله، تمام؟ وخصوصا ان معاها سكروتال سكين ثيكنينج، وخصوصا ان معاها رياكتيف هيدروسيل، يبقى كده ما ينفعش، دي كده شكلها دخلت في تورشن، تمام؟ اوكي لو سمحت حضرتك. ماشي، تعرفي الكالر والدوبلر بتاع الجهاز كويسين ولا لا ازاي؟ دي بالتجربه، دي بالتجربه، يعني مثلا هاتي مش لازم تعجبي حاله سكروت، لا هاتي حاله ثايرويد على نفسي، يعني انا لما بروح على اي جهاز جديد بقوم مثلا حاطط على الثايرويد بتاعتي واقوم منزل البي ار اف لغايه الاخر، يعني اجيبها 3 سنتي بير سكند 2 سنتي، الجهاز بيجيب معايا حلو تمام، ازود الكالر جين شويه بشويه بيزيد معايا حلو تمام، الوول فلتر لو افكت تمام، فانت تجربيها على ستراكشر تمام، الفاسكولاريتي بتاعته حتى قليله تمام، وليكن الحته بتاع السكين والسبكوتينيوس حاجه مثلا الفاسكولاريتي قليله وجربي، اوكي؟ يعني ما تستنيش لغايه لما يجي عيان. طيب نكمل نفس الفكره هنا، ايه الاخبار؟ باي كومباريزون دي اب نورمال اورينتيشن سكين ثيكنينج، تمام؟ طب السكين ثيكنينج تظهر تحصل مع الاوركايتس او تحصل مع التورشن، لكن الابنورمال اورينتيشن فيري سترونج بي مود ساين، وطبعا الفاسكولاريتي 2 سنتي بير سكند ما فيش ريحه الفاسكولاريتي. فلازم يا شباب النقطه اللي لسه قايلها للدكتوره، هاو تو انهانس الديتكشن اوف تستيكولار تورشن كومباريزون، تمام، بي مود تشينجز بالذات الاورينتيشن، وهنقول كمان شويه التورس سبرماتيك كورد، الكالر بيرسبشن نزوده اللي هي الفلو سنسيتيف ميجرز، نزود الكالر جين، نقلل السرعه او استخدم طبعا ايه الباور دوبلر. ايه الاخبار؟ ابنورمال اورينتيشن، يس ابنورمال اورينتيشن ورياكتيف كده هيدروسيل ورياكتيف فاسكولاريتي حواليها، الدكتور رجعها رجعت الحمد لله فعلا خلاص ادي الفاسكولاريتي، شايفين الخطوط السوداء دي ممكن تبرزست بعد كده كبوست اسكيميك تشينجز اللي هي ستريبت باتر. طيب دي بقى كانت جايه بالشكل ده، الفاسكولاريتي قليله والريزستنس بتاعتها عاليه وكان العيان عنده بين،
شويه انا يعني البين خف يا دكتور. ايه ده خف؟ ده احنا خلاص هنعمل لك عمليه مثلا يديك انكمبليت تورشن. فالدكتور بيقول لي بص عليها تاني، بصيت الريزيستنس بدات تحلو تمام وهكذا. هي ممكن لوحديها ايوه بيفور وافتر سبونتينيوس ديتورشن بتحصل في التستس، لكن الاشهر منها بتحصل في الاوفري. فنخلي بالنا يا جماعه لو طفل او طفله او ولد مثلا او بنت اللي هي السن الصغير، البين اون اند اوف دي تورشن، دي كده حاله تورشن بين بيلفيك بين مثلا في الفيميل او سكروتال بين في الميل اون اند اوف، انت بتتكلم في تورشن الى ان يثبت العكس. يعني في بعض للاسف يعني الحمد لله رب العالمين، احنا كراديولوجيست اللي بيقرا منا وبيذاكر كلينيكال كويس بيبقى عنده كلينيكال راديولوجي بتلاقي قراره قوي، لكن الكلينيشن الصغير ممكن ما يصدقكش. تورشن ايه؟ العيان دلوقتي ما عندوش وجع، احنا بنهرج كده اقول له تورشن واحلف انه تورشن تمام. دي مسؤوليه بقى قدام ربنا، يعني انا حالات كتير جدا جدا مني في مصر اشخص لهم تورشن والبين يبقى ضعيف روحي مش عارف ايه، ترجع بعد ما الاوفري ضاعت. فربنا يعني يسترها علينا، يعني احنا بنعمل اللي علينا، احنا بنعمل اللي علينا. اوكي ايه الاخبار؟ دي بقالها ثلاث ايام، ثلاث ايام يا نهار ابيض، ثلاث ايام مستحمل الوجع وكده بيروح وبيجي وكلام من ده. خلاص بتتكلم غالبا دي عدت المرحله، يعني ممكن تبقى انفاركت. طب ايه الفاسكولاريتي؟ دي رياكتيف فاسكولاريتي حواليها مش فيها، حواليها مش فيها. طب دي لا، دي طبعا بقالها ايام طويله، دي خلاص دي تشال احسن، خلاص دي كده انتهت تمام. ده كرونيك اسكيميا اوكي. ففي حالات سب اكيوت بعد اليوم او كرونيك بعد تمام. يبقى الكلر هو اللي بيشخص. طيب البي مود ايه اهم العلامات يا دكتور؟ العلامه الاولانيه ابنورمال اورينتيشن، دي سبيسيفيك، لكن ما تقوليش رياكتيف سكين ثيكنينج، رياكتيف سكين هايبريميا، رياكتيف هيدروسيل، انلارجت للسايز، ان هوموجينس للتكتشر، كل ده يتشابه مع الانفكشن والانفلاميشن، لكن الابنورمال اورينتيشن علامه قويه. العلامه الثانيه سبيرماتيك كورد نوت ساين. كلينيكالي وانا مثلا من النوعيه اللي بحب اكزامين كلينيكالي سواء ميل ولا فيميل، بعض الحاجات بحب اكزامين. فمثلا انت ممكن ادي التستس وادي السيماتيك وادي الابيديمس والسبيرماتيك كورد فوقيها، كلام جميل. في العيانين بتوع الاسكروتال بين انت ممكن تحس حاجه عامله زي الزيتونه الصغيره كده خالص، ده فوق التستس بشويه الونج السيماتيك كورد. لو لقيت العلامه دي كلينيك بس مش في المكان بتاع الابيديمس، لو المكان بتاع الابيديمس دي ممكن تطلع سيست، ده احساس مشهور، لكن فوق شويه تمام، خصوصا لو كان طفل الونج الانجوان الكنال حاجه كده صغنطاطه عامله زي الزيتونه، انت بتتكلم اسمها سبيرماتيك كورد نوت، دي البيسلز وهي ملفوفه على نفسها، ده كلينيكال ساين قويه. طب احنا عندنا بقى سونوجرافيك ساين هنشوفها برضو زي الدوامه. ويربول ساين هايلي سبيسيفيك، يعني جيت على المنطقه دي على طول وقمت حاطط عليها البروب، لقيت البيسلز وهي عامله المنظر ده. المنظر ده لقيته فوق التستس تورشن. يا دكتور التستس فيها فاسكولاريتي؟ تورشن. الوجع خف دلوقتي؟ تورشن ولازم عمليه. طب لو لقيتها جنب الاوفري؟ تورشن. طب لو لقيتها في طفل صغير في الميد ابدومن قريبه من الاورطه؟ فولفلس. انت بتتكلم العلامه دي ويرل بول ساين، حاجه فيسلز لفت حوالين بعضيها ايرجنت سيرجري ايا كان بقى المكان بتاعها. تورشن تستس، تورشن اوفري، فولفلس للانتستين. اوكي طيب ايه الاخبار؟ ادي تيستس وليكن مثلا دي التيستس الناحيه الشمال والتيستس بتاع الناحيه اليمين تحت شويه، لكن فيه اللفه دي، اللفه دي حتى بالبي مود خلاص تشخص لي وكمان بالكلر سبرماتيك كورد نوت ساين بالبي مود اشخصها. ايوه تشخصها تمام، التيستس تبقى تحت شويه. ده 12 سنه وجايب ليفت سكروتال بين، وطبعا مع البين نوزيا وفوميتنج، ودي الخطوره كلها ان لو معاه سكروتال بين وشويه لاين بين وفوميتنج كده ممكن يروح على انها رينال ستون تمام. ودي بشوفها كتير قوي، بتيجي عكس، بتيجي رينال ستون اخد شويه هيستوري بقى الدنيا حلوه، اخد شويه هيستوري الاقي معاه سكروتال بين، انزل لتحت ده تورشن يا جدعان الحق تمام. الكونديشن دي في الاي وبالذات الاي ار الدكاتره الصغيرين بتجيلي كتير جدا، تحت ويطلع فوق، فوق ويطلع تحت تمام. طيب تعال نشوف مثلا الفيديو الصغير ده، ايه ده لف 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 لغايه ما دي نوت ساين خلصت. ويرل بول ساين انت بتتكلم في ايه؟ في اكيوت سكروتال تورشن تمام. ايه الاخبار هنا؟ لف 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 لغايه لما وصلت للتستس. الحق الحق واعمل عمليه بمنتهى السرعه، ويا تلحق يا ما تلحقش تمام.
اوكي. فلذلك نخلي بالنا من العلامتين اللي ممكن يتشخصوا بالبي مود: ابنورمال اورينتيشن والاستوماتيك كورنوت ساين او ويرل بول ساين بالبي مود، وتاكد عليها بالكلر. الكلر بيقول لك ساعات لما يحصل دي تورشن بيحصل بقى انكريز فاسكولاريتي وكلام من ده رياكتيف، تمام؟ يعني ده 13 سنه جايب ليفت بي خلاص ده كده خلصت، دي كده ايه ويرل بول ساين. طيب الكلينيشن مثلا رجعها او هي رجعت لوحديها، ما سام تايمز انترميتنت تورشن انترابشن اون اند اوف كلام من هذا القبيل، ايه اللي هيحصل؟ دي مثلا كان السايد نورمال، دي السايد الابنورمال في هايبر فاسكولاريتي. هايبر فاسكولاريتي تحصل بعد الدي تورشن سواء كانت بسم الله الرحمن الرحيم مانوال او سبونتينيوس اكسبتد. طب لو لقيتنا يا دكاتره المنظر في ناحيتين كده ومع ذلك الليفت تيستس فيها بين، الليفت تيستس فيها بين، ده مش فيها بينه بس وكمان شويه فاسكولاريتي، يا نهار ابيض، ده انا كده هروح ناحيه ايه؟ ده انا كده هروح ناحيه الانفكشن او الانفلاميشن، صح ولا لا؟ صح. يعني انا كده ممكن اغلط مستريح واقول على دي اني مايلد اوركايتس وهي تورشن. ايوه. طب اتجنب ازاي النقطه دي؟ اللي هو السؤال بتاع الدكتوره الاء او الدكتور علاء، انا دايما بتلخبط الاسمين دول، معلش بقى، تمام؟ طب اعمل ايه؟ نطلع على الاسبرماتيك كورد. مش انا قايل لكم الاسبرماتيك كورد الانجوينال جزء من الفحص، جزء من الفحص، الاسبرماتيك كورد الانجوينال كانال جزء من الفحص، بالذات طبعا في الاطفال الصغيرين، تمام؟ طب في الكبار برضه ستاندرد يا جماعه، في الاطفال الصغيرين انا سواء طفل او كبير انا بدور على الاسبرماتيك كورد نوت ساين، تمام؟ الاطفال كمان بدور على حاجات ثانيه في الاكيوت سكروتال بين زي الايه؟ الكارسيتي بقى هيرنيا وكلام من ده، اوكي؟ فنخلي بالنا ان sometimes الاثنين يشبهوا بعض، دي اللي تفرق معايا، اوكي؟ طيب ايه الاخبار؟ 12 سنه بعد الاكيوت سكروتال بين نوت ساين؟ لا لا، النوت ساين مش ستاندرد، مش لازم نلاقيها، مش لازم نلاقيها، ساعات بنشوفها ساعات ما بنشوفهاش، تمام؟ اوكي. طب هنا ايه الاخبار؟ جايب اكيوت سكروتال بين وبص على الفاسكولاريتي، اما الفاسكولاريتي ايه حلوه يا دكتور، وبصينا على الناحيه الثانيه تقريبا كومباربل، طالما لقيت فاسكولاريتي على الناحيتين انا كده اطمن، يعني تطمن؟ لا ما تطمنش. ايه اللي حصل؟ للاسف العيان ده اطمن الدكتور وطمن الكلينيشن والعيان روح، بعديها بفتره جه التستس انتهت ولقينا اللفه موجوده، تمام؟ والتستس حتى بدات تصغر في الحجم، يعني دي اتشخصت ريتروسبكتيف. هي دي الغلطه اللي بتحصل، ان ممكن فاسكولاريتي موجوده و100 100 ومش عارف ايه، نفس الشيء هيحصل للاوفري. الاوفري الدوبلر دوره هيتراجع قصاد البي مود، يعني الابنورمال اورينتيشن اهم. If the patient has one test، مش عارف السؤال ده ايه. طيب فنركز يا شباب ان من ضمن الحاجات اللي لازم ابص عليها الاسبرماتيك كورد، الاسبرماتيك كورد النوت ساين، تمام؟ اوكي. ما هي الوضع ده بيجي لنا كتير، انا عارف انه بيدخلنا في دايلما، عشان كده قدر المستطاع قدر المستطاع نطلع لفوق، نطلع لفوق. طب لو طلعنا لفوق وما بسم الله الرحمن الرحيم ما لقيناش النوت ساين، طب ما كده الاثنين شبه بعض، ايه ده؟ يعني انا مش هقدر استبعد في الحاله زي دي نكتب ايه؟ لان فعلا دي دايلما ودي ميديكال ليجل. اكتب ايه في التقرير؟ ما انا مش شايف النوت ساين وطلعت فعلا في الانجوينال كانال والصوره اللي موجوده، يعني انا جوايا كاسماعيل او كارديولوجيست مش حاسس انها انفكشن ولا انفلاميشن، بس العيان بيقول لي انا في هنا وجع، نعمل ايه؟ اولا كميديكال ليجاليتي اكتب ان في فاسكولاريتي ات ذا سكان تايم، في ديتكتابل فاسكولاريتي، انا ده التقرير بتاعي، في ديتكتابل فاسكولاريتي ات ذا سكان تايم. انا الاول ايه؟ بحمي نفسي ان مش تورشن قدامي، مفيش ديفينيت ساينز اوف تورشن قدامي، تمام؟ بعد كده اطلب الكلمه اللي هم بيحبوهاش كلينيكال كورليشن كلوز فول اب، وحته كلمه كلوز فول اب دي يعني انا عارف انها بتضايقهم، لا بس دي لازم خصوصا في الاطفال. في المستشفيات انا بعمل ايه في حاجه زي كده؟ بقوم يعني حاجه بسيطه جدا بقول له اعمل له دلوقتي تي ال سي، اعمل له دلوقتي تي ال سي مع اي انفلاميشن او اي انفكشن، مش التي ال سي بقى كمان، السي ار بي، تمام؟ يعني في حاجات ممكن فعلا ماشيه ناحيه الانفلاميشن، لا في حاجات لا، تمام؟ ففي حاجات ممكن تبقى عامل مساعد لاب وفولو اب، لكن انت قول ان في فاسكولاريتي ات ذا سكان تايم وخد صور،
لان دي كده ميديكو ليجل ستيت. طيب يبقى اهم علامات التورش، معلش ان احنا رغينا فيه لانه مهم جدا، اهم العلامات دي ممكن تشخص بالبي مود وتبقى سبيسيفيك، ابنورمال اورينتيشن ويرلبور ساين سبيرماتيك كورد نوت ساين. تمام. الكالر والسبكترال، الكالر طبعا مفيش او قليل، وطبعا الكالر برضو هيجيب لنا الايه الويرلبور ساين. السبكترال ده لو فيه هتلاقي هنا increased resistance as compared الناحية الثانية، أو even صورة شبه الفينس انفاركشن. تمام. وطبعا comparison بالflow sensitive measures، ده بالنسبة لي التورشن تيستس. المشهور بقى واشندكس تيستس ايه اللي هتلاقيه كلينيكالي برضو، عشان كده بقول لكم عودوا عينيكم على الكلينيك. انتوا متخيلين يا جماعه ده كده ده طفل صغنن خالص ومع ذلك حصل له تورشن، ايه ده؟ طب هو مش هيشتكي، هتقول لي هيقعد يعيط، ما هو الاطفال كلها بتعيط. الام اللي هتقول لا في اكيوت سكروتال سويلنج، الكلينيشن بقى هو اللي يلقط النقطه الصغيره دي، النقطه الزرقاء دي بلو دوت ساين، ده المكان بتاع التورشن ابندكس حصل فيه سم سورت اوف انفلاميشن وسكين تشينجز في الاوبسيت بليس بتاعها. فدي كده بلو دوت ساين، لا اطمني دي كلينيكالي بتاعه تورشن اوف ابندكس تيستس. طب انا بقى بالسونار بالسونار هتلاقي ايه؟ التيستس موجوده، الابيديدمس موجود، الابيديدمس على فكره ريلاتيفلي بيبقى انلارجد او لارج سايز في الاطفال الصغيرين خالص، وهتلاقي هايبر ايكويك راوندد ستراكشر ان بتوين اي فاسكولار، هايبر ايكويك راوندد ستراكشر ان بتوين الاثنين. تمام. حد كان بيسال الفولو اب كل قد ايه؟ الفولو اب مع الكلينيشن لو احنا بنتكلم في سسبكتد تورشن المفروض هيبقى ما تعديش بقى 12 ساعه، يعني ما نقعدش يوم بالكامل، ما نقعدش يوم بالكامل، اوكي؟ فدي 12 ساعه. اوكي. طبعا مع السترونج سسبشن ممكن قبل كده، ممكن حتى ايفن حتى 6 ساعات، بس الحالات دي ما بتبقاش فيها سترونج سسبشن، بتبقى مايعه شويه. طيب ايه الاخبار هنا؟ ده الطفل ده ادي كده الابيديدمس وادي التستس وادي مش عارف ايه ده، هايبر ايكويك راوندد افاسكولار ستراكشر ما بين التستس وما بين الابيديدمس، اذا فهو تورشن ابندكس. اوكي. طب ايه الاخبار؟ هايبر ايكويك راوندد افاسكولار ستراكشر ما بين التستس وبين ايه ده، ده المنظر ده كده مشهور جدا، طفل عنده 10 سنين وجاي بيه اكيوت سكروتال بين. طب لو اصغر من كده هيجي بالبلو دوت ساين والام هتقول لك ان في اكيوت سكروتال سويلنج. فنخلي بالنا ان الاكيوت تورشن للابندكس تيستس بتاع ده بيور بتاع الاطفال الصغيرين، واحنا بنشخصه بمنتهى السهوله. يا رب اكون غطيت الموضوع. ده يبقى احنا